طاف فيها طيف أفراح تسنى بيت حايا عاسنا كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى مركزية. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله به نستعين على أمور الدين والدنيا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما بلا وضعنا كتاب العراقي سفينة النجاة في أسول الدين والفقه، كتاب قاس وفقه شافعي نفس عبتم، ولكن إن شاء الله هو أنا ويبا كددا لنا كتاب قاس بطنشي والإلهي نفهسي إن أم مارتي وجود بين مسلمين طولاني وهنا تحس كده لا وكتاب مختصر وفي فقه الإمام الشافعي هناك مثل كتاب قاس يا إلهي ما يكون تسجيل إن إلهي نكال ما يسأل إلهي ما يسرا ما كتاب قاس يا بلاوان وأقوله بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. مؤلفك كتابك رحمة الله عليه مينك بالله حديث أو الشريف أنه إلهي حديثي أنك بالله حديثك أسوأه، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نبغى إلهي ماري من قفك يريد الله إلهي بلدون الله فهو به منك خيرا خير كامل هو. إسلام نمذ إيمان كبا خير خير أو دمستر لنك إلهي لدون يفقه لنك سوى إلهي ما فهنسيه في الدين دين إسلام بإلهي فهنسيه. ركما يحدث إنكم مو ولا لك إلهي براء دين الإسلام إلهي فهسيو إن خير كامل لك أصولها إلهي لطاني نبي إلهي ساسد إن شاء الله. كبعد شيخ أصوك الدي ذو كتاب قرآن كريم كأصوك الدي ذو كتاب يميك بالله بسنك إيو حمد قرآن كفي ربك بسنك حق بالله الحمد لله يهدنك شيخ نمرك وسوك تامورانك كديدا يا مئري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أؤلف هذا الكتاب كتاب كان أؤلف هو الشيخ متبركا ومستعينا أن أبرا كايسرا أما كان ميسرا بسم الله مغع إلهي أن أبرا كايسرا يا كتاب كان أؤلف هو عليه الرحمن نحن سنقوم عام كيتم إذنه مصروع إن قالك بذي ديرتي إلى هكي نحن سنقوم بغاشي أن أبرك عيسى داو الرحيم عليه نحن سنقوم هاني تن آخر المؤمنين تلي إن قال مغاشي أن أبرك عيسى داو إيا كتابكم كان يتألي إيه يا شيخ حدنا ما يلقل بي مؤلفك حمد المهد إلهي يقول بي ما لي الحمد لله الحمد فعلا وهذا الاستفال ليه والوذيك سنة الاستفال ليه فعلا رأسو هذا الاختياري كسبب هاينا مع جهة التبجيل والتعليم إن الله قضى دين يوم يوم تعليم جهدي إن فعلا ريال فعلا رأس لله يا رفاه لا يرسل الله مستحق لله ومملوك لله إلهي معبود وفى لها سيسكن الله وسن تيسدي الله سو رب العالمين مخلوقاتك ربك إيناء يعني كون كان إلهي الله أبو ري وانتقى عليه إلهي سمى الله وري واي والله ولي من نعمه ان هدك الله جرنا واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه الهي جهاد فمن الله وحده وما بكم من نعمه فمن الله صدر دي مركه الهي بسم محمود ده
معرفته والله ما دام والأول إنما هو محاسن أبو سجيرين بقويان فهو المحمود على كل حال. الحمد لله محد إلهي الله لأنه المنعم بجميع النعم. الله سو رب العالمين مخلوقاتك مالك الإناء خالد الإناء بغالي ومدبر رب بمعنى مالك خالد مدبر أمك معنى ولي بإله يكير إلى هذه أبو ريك وأنا طلع عليه إلى هذا سمح الدواء وبه بالله إلهي معبود بس يا نستعين كامل ويدي سدانا ما كامل ويدي سدانا على أمور الدنيا. الدنيا هنا على موشة الله ولي بون أمباه من بي إيو باد إيو الدنيا ولبون أمباه ما إلهي كامل سدانا إياك نعبد وإياك نستعين. والدين وعلى أمور الدين دينته على موشة إلهي دينته موافق بغي أن ينفض غايب إلهي دينتني دل عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله دينتي إسلام كنورنا كدغنا بدون الدم دار الله دينتي آمن سنة إلهي نختم وقال قيامة هدن الله دينتي آمن سنة بناء قيام إلهي نشان دينتي بغي إلهي ننفض غايب أن تصدم إلهي أن كان ويدي سلام وبه بالله إلهي معبود بس ونستعين خانو ويدي سلام على أمور الدنيا. الدنيا لما أثروا الله والأول يبقى رموشة رموشة وسكرشة إلهي كانوا ويدي سلام والدين وعلى أمور الدين دين تاع رموشة نعم إلهي كانوا ويدي سلام. كبعد مركيو سمارتي حمدي إيو بسم الله لكوية هذا ما يقول به السلقة رسولك عليه الصلاة والسلام ما إرى شاخر وصلى الله عليه الله النحر الزيادي إلهي والنحر سينبجي نحر سأله زيادي وسلم عليه بدبالي على سيدنا سيد كين كل شيء وقامي هين كل شيء محمد إيناء خاتم النبيين نبيالك لك خاتمي تعالى هدل لك الضوائي سنمه خاتم النبيين نبيالك خاتمي نبيالك اندنبه نو محمد بعد شيء نبي كلمه جارو لكن نو محمد بعد شيء نبي أها كاره لان كاسوي بالله إلهي القرآن جيه كفره ومدت أو قال هذه والتوبة اللي جلوه نبي يلقى نبي الدنبوي وخير خلق الله نو محمد وآله وعلى آله نبي إهل إيه كرسون عليهم نحرس حتى هذه سلم هو مقام الدعاء ويبنى غضاينا آلك جميع أمة الإجابة انت نبغ إلهي دعوه ديس أجيبتي أرطم مؤمن مؤمنات كستر يالك وين لكن الزكاة هو بالروغ زكاة أي حارم كأت آلك نبغ هو بلا مقام الزكاة هو بالروغ وبنو هاشم بنو المطالب عن غضاين لكن هذا الدعوة اللي معها مؤمنين تقوم قوان انت نوم عمر خطير وما يتليجا وسحبه وعلى سحبه نو إلهي أنت هل جرتي هل صاحبتي هو أصحابه النو إيه خرشون عليه النحر يسر أصحابك مي بواها أما سحابي مي لنك سي لنك نو إلهي لكل مي أو صور نو إلهي هم يسر أو نو مديس الرسول الله كواري تبعد نو إلهي لكل مي وصوم ومنع ولو هندو رب هذا ونو يروح بهذا سحابي هو لك ركها سالين كسر مرك انت نو الهي ايها لكل انتها الروم عيتي او اصحابي دي سئر او بكرا انفضل بدنا اليه النهر اكسيون اجمعينا الك يا اصحابي دم عيتيون ولا حول حيلا لليهيني او نتحول عن معصية الله الهي معصيري سي انك كوري قلو او الهي معصيري سي كوري قلو من لهيني إلا بالله إلا بمعونة الله إلهي هون ننكال ميو معسير ساس كبوري جنا معي هو أن معسير إلهي كبوري جنا مليه نيال ولا قوة لنا حدنا نقود مليه نيال على ضاعة الله إلهي ضاعرس ولا قوة لنا على ضاعة الله إلا بالله بعون الله الله كالمل اسمه إلهي ننكال ميما عليه العلي السريي عليه العليم أبينا
إذا هذا صنّي كلام يقطع على أساس كجودنا ما هو إلهي يقطع على أساس كجودنا من اللي هي هلا ومع سيد إلهي نقول إنه من اللي هي يعني هدي إلهي من كلام يعني كبعد شيخ ما يبغى يقول بها يا مؤلف ك إنه سنين إدايو دعائم الإسلام إسلام ك تيرشي iyo aasaaska islaamka inuu si maartay inuu ka hadlo iyo guud weyn baalif ka raaxmuhullah qaala meere baalif ka fasalo fasal kuwana way buuq culimada baalifinta istimaarayaan macna faasil leeyahay masaa'ilii amarnay hada sida gogolo oo kale hada masaa'ilii uu amarnay iyo masaa'ilii uu tartib la wadaayaan yalla ya teeti lid hadlisal tahdiliyay wa faasil wayo مسائل هذا مودي إيه مسائل متقبل العوائق بتيو كي شل بياي لي فصل معنا جسازه فصل بمعنى فاصل بيو ما المؤلف ك رحمة الله عليه أركان الإسلام إسلام ك تيرشي خمسة شنو إسلام ك تيرشي وشن إسلام كرتون وهم ما لم كسي مطلق الإنجيل لكن الإسلام كاتونو كهذا لا الإسلام الشرعي هو الإسلام كالشرع ويبوا الانقياد للأحكام الشرعية أحكام تو الشرعية هم جاسموك واللي هم جاسموك في الإسلام الانقياد للأحكام الشرعية بركة الإسلام كاس يميل يا أركان تير أو سك كسرني أنا نقول غالي وقت تير لام اسمه waa tiirirkii ee leeyahay guriga deegaanka oo tiirirkii ee leeyahay guriga adduunka oo taa tiirirka islaamka kan dhisnaa ama ku kursiga weyn buu shan waye marka arkaanka islaam iyo arkaanka iimaan labadaba si macruuf ah loo ogiyo meel aan qaadaday hadiidkii Umar bin Khattab oo aybada muhaddisiin toornoon ka taaban iyo leeyahay sheegay oo wili wuxuu taaban 49 leeyahay inuu qoray حديث جبريل أن قصي عمره ولياي أركان الإيمان وأركان الإسلام بير الله قاعد ذو ميلوس وكما ألف كم أركان الإسلامي إسلام كتير في خمسة شمو